السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، وهنتكلم عن الفيرتن أقراص مضاد للالتهابات والتورم. الفيرتن أقراص مضاد للالتهاب والتورم، المادة الفعالة به هي كيموتريبسين ومادة تريبسين، وأيضا يضاف له سواغ وهو غير قابل للذوبان في المعدة ولكنه يذوب في الأمعاء. والدواء يعمل على علاج الالتهابات والتورمات المختلفة، كما أنه يتوفر على هيئة أقراص. مكونات الفينترن أقراص، أهم مكونات الفينترن مادة كيموتريبسين، وهو عبارة عن إنزيم يقوم بتكسير البروتين. مادة تريبسين وهو إنزيم يقوم بعملية تكسير البروتين. دواعي استعمال هذا الدواء هي: يعمل على الوقاية من التورمات والتكتلات الدموية والتي تصيب الإنسان، خاصة بعد إجراء العمليات الجراحية أو بعد الإصابات والكدمات. كما يعمل على علاج حالات الالتهاب بشكل عام، علاج حالات التجمعات الدموية، كما يستخدم في حالات الجزء والمخ، وعلاج مضاعفات الكسور العظمية، وفي حالة حدوث ورم بعد العمليات الجراحية، كما يستعمل في علاج التهابات الحوض وقناة فالوب والتهابات الحوض، ويعمل على علاج التهابات الثدي وتورم منطقة الشرج، وفي علاج التهابات المفاصل والالتهابات الروماتيزمية المفصلية وغير مفصلية والغير عظمية، وعلاج الالتهابات الرئوية والشعبية والقصبة الهوائية، ويستعمل بعد خلع الأسنان والتهابات الفم والأسنان بشكل عام، وبعد العمليات الجراحية بالفم والأسنان. علاج التهابات القرنية بالعين وكدمات العين والالتهابات التي تصيب العين بعد إجراء العمليات الجراحية بها، كما يعالج حالات الالتهابات التي تصيب الحلق والفم والحنجرة والبلعوم، وعلاج التهابات الأذن والجيوب الأنفية، وفي علاج التهابات قناة استاكيوس والتهابات اللثة، ويستعمل في حالة الإصابة بالتهابات في الأعصاب، حيث يصف الطبيب هذا الدواء حيث تقوم الإنزيمات الموجودة به على تكسير البروتينات المسببة في الإصابة بالالتهاب إلى أجزاء صغيرة، مما يخفف التورم ويمنعه مع مرور الوقت. الفينترن للتخسيس، ينصح به بعض الأطباء حالات معينة من الأطفال بهدف إنقاص الوزن الزائد، ويستعمل بعد خلع الأسنان والتهابات الفم والأسنان بشكل عام، وبعد العمليات الجراحية بالفم والأسنان. وقد يصفه الطبيب دواء لبعض أنواع التهابات الحلق، وقد يصف أيضا مسكنات للألم أو بخاخ عن طريق الفم أو أقراص استحلاب. وغالبا ما تحدث التهابات المعدة بسبب كثرة حمض المعدة، لذلك فإن مضادات الحموضة أفضل من الفينترن في علاج هذه الالتهابات. جرعة استخدام الدواء، يؤخذ الدواء قبل تناول الطعام بساعة، وتكون الآثار الجانبية وأضرار حبوب الفينترن. ممكن أن يعاني البعض من اضطرابات الجهاز الهضمي أو يعاني من بعض الانتفاخات، كما يلاحظ البعض تغيرات واضحة في لون البراز وملمسه. المعاناة من الطفح الجلدي نتيجة التحسس من الدواء، والتي تتمثل في الحكة والإحمرار، ومن الممكن أن يعاني البعض من تورم نتيجة التحسس من الدواء، وممكن أن يصاحبه ألم شديد في المعدة مع شعور بقيء وغثيان، وفي كثير من الحالات من الممكن أن يعاني البعض من فقدان الشهية، شعور بدوخة ودوار بشكل عام، وهي من الأعراض التي تشير إلى ضرورة التوقف عن الدواء واللجوء إلى الطبيب المعالج. هل الفينترن آمن للحوامل؟ حتى الآن لا توجد معلومة كافية حول سلامة استخدام هذا الدواء أثناء الحمل، لذلك يفضل تجنبه أثناء الحمل. احتياطات وموانع استعمال الدواء، يتم منع استعمال الدواء لمن لديهم حساسية شديدة ومفرطة من مكونات الدواء الأساسية أو إحدى مكونات الدواء التي تؤذي الجسم في بعض الحالات. يمنع استعمال الدواء في جميع الحالات الخاصة بالالتهابات الناتجة عن العدوى البكتيرية، ولا بد من تناول المضاد الحيوي مع الدواء. يمنع استعمال الدواء للمرأة الحامل، لأنه من الممكن أن يؤذي الجنين خاصة في الشهور الأولى من الحمل، ولا يتم استعماله إلا بعد استشارة الطبيب المختص. كما يحذر مع المرأة المرضعة طبيعيا، لأن الدواء به مكونات التي من الممكن أن تدخل للطفل الرضيع من خلال اللبن، وهي تؤذي الرضيع كثيرا. يمنع استعمال الدواء لمن لديهم قرحة هضمية، كما يحذر لمن لديهم الكبد الحاد. يمنع استعمال الدواء في حالات تبلط الدم الطازج وفي حالات ضعف في الكلى. يمنع استعمال الدواء في حالات ضعف زجاجي عالي، في حالة الضغط الزجاجي عالية. تأثير هذا الدواء على القلب غير معروف، لذلك يجب على المصابين بأمراض القلب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء، ولا يتسبب هذا الدواء في أي أعراض جانبية على الكلى إذا تم تناوله وفقا لتعليمات وجرعات الطبيب. تفاعلات دواء الفينترن مع الأدوية الأخرى، من الضروري أن أستشير المريض الطبيب المعالج له في حالة استخدامه للدواء مع العديد من الأدوية الأخرى.
سعر دواء الفنترن في الصيدليات 45 جنيه مصري، أما سعر شريط حبوب الفنترن 15 جنيه. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتعملوا كومنت على الفيديو. شكرا لكم.